الأخير، مارين لوبان واحدة من أهم السياسيين في أوروبا، صعد نجمها بشكل كبير في الانتخابات الفرنسية السابقة. تقود ما يسميه البعض اليمين المتطرف في فرنسا، لكن هي تسميه اليمين القومي. عندها مواقف تثير جدلا شديدا ونهتم بها نحن في العالم العربي، وهي المتعلقة بالموقف من المهاجرين، بالموقف من الإسلام والمسلمين. يعني ربما نختلف معها في بعض المواقف، لكن ربما نتفق معها فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والتطرف. ولدت مارين لوبان عام 1968 في مدينة نومي الفرنسية، ودخلت غمار العمل السياسي منذ المرحلة الجامعية قبل أن تمتهن المحاماة عام 1992. ترشحت لأول مرة في الانتخابات التشريعية في 24 من عمرها، وفي عام 1998 حصلت على أول منصب سياسي كمستشارة في منطقة نوربت كالي. ومنذ ذلك الوقت وهي بدأت تصعد سلم المسؤوليات السياسية والحزبية إلى أن انتخبت عام 2004 كعضو في البرلمان الأوروبي. عرفت مارين لوبان بتعصبها القومي وبمناصبة العداء الصريح للطبقة السياسية السائدة منذ عقود لعدة أسباب، أبرزها سياسة الهجرة التي انتهجتها هذه الحكومات. أنا أتعرض للاضطهاد من قبل الحركة التي أسستها، وأن تكون رئيسة هذا الحزب هي ابنتي. في الواقع أعتقد أن الأمر صعب للغاية بالنسبة لي. عام 2011 ترأست مارين لوبان الجبهة الوطنية بعد أن خاضت صراعا ضد والدها على رئاسة الحزب، لتترشح فيما بعد الانتخابات الرئاسية 2012 وتحصل على المركز الثالث. في عام 2017 ترشحت للمرة الثانية للانتخابات الرئاسية، وأطلقت برنامجا اعتبر في نظر الكثيرين أنه متشدد، حيث دعت فيه لتعليق كافة أشكال الهجرة إلى فرنسا. أؤكد لكم جميعا بأنني سأقوم أيضا بإعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين لبلادهم بأي طرق وكيفما كانت التكلفة المالية لهذه العملية. وإغلاق المساجد الإسلامية المتطرفة وسحب الجنسية من المسلمين الذين يروجون لأفكار متطرفة، بالإضافة إلى منع الحجاب وليس النقاب فقط، ومنع ذبح الحيوانات وفق الشريعة الإسلامية، ودعت إلى استفتاء على وجود فرنسا في الاتحاد الأوروبي، لكنها خسرت في النهاية أمام رئيس فرنسا الحالي إيمانويل ماكرون في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسة الفرنسية.